السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من إضاءات ثقافية. ضيفنا اليوم هو أستاذ سابق في جامعة الجزائر في معهد الأدب. هذا الأستاذ كانت له قدم راسخة حقيقة في النقد الأدبي في الجزائر وفي الساحة الثقافية الجزائرية، وكانت أيضا فاعل على مستوى المسرح وفي الترجمة تنظيرا وتطبيقا. ولكنه عندما تقاعد في السنوات الأخيرة، عندما ذهب إلى التقاعد، انصرف تماما إلى الإبداع الروائي، وطلق ما كان من أمر الجامعة وهمومها النقدية. اليوم سنتحدث عن إبداع الأستاذ الدكتور أحمد منور. دكتور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ فرحات، شكرا على الاستضافة في برنامجكم المتميز. أهلا وسهلا بك. ثقافية. أهلا وسهلا. كأن الدكتور منور كان يعيش في داخله أديب ينتظر أن يخرج من قمقمه، ولكنه عندما تقاعد ارتاح الراحة الكبيرة وبدأ يكتب في الرواية. دكتور، أنت معروف في الساحة النقدية الجزائرية من خلال الجامعة ومن خلال الفعالية الثقافية التي كنت في اتحاد كتاب الجحيضية وفي جمعيات أخرى. أنت معروف بالنقد الأدبي الروائي المسرحي، وكنت معروف بالترجمة، وكنت معروف بأمور يعني خارج، ليست بعيدة عن الإبداع ولكنها خلفية للإبداع. اليوم وقد تخليت عن البحوث الجامعية والطلبة وتوجهت مباشرة إلى الإبداع، لما هذا الطلاق البائن؟ والله في الحقيقة سؤال مهم جدا، ولكن يعني أرد يعني ببساطة، هو أن حياتي العلمية والأدبية وغيرها يعني خدات مسار على حسب مراحل. في مرحلة معينة بدأت بالقصة والأدب، ثم انصرفت إلى البحث العلمي في الثمانينيات والترجمة بشكل خاص كذا. ثم في المرحلة هذه الأخيرة قلت لا بد من الرجوع إلى هواياتي القديمة وإلى موضوعات كانت مخبأة من سنين في ذهني، وأردت أن أخرجها من خلال الأدب. لذلك تخليت عن كل شيء، عن الكتابة معناها الأكاديمية، تخليت عن البحوث عن الدراسات، وتوجهت إلى الإنتاج الروائي. وإذن أعتبرها أنها هي مرحلة أخيرة بالنسبة لي، مرحلة الإبداع الذي كان مخبأ في داخلي من زمان، لأنه لم يكن لدينا وقت كافي مع البحوث والدراسات والمناقشات الجامعية وغيرها. فعلا الإنسان كان يصعب عليه أن يكتب الإبداع الخاص به. لهذا أنا كانت لي فرصة، إذن بعد الجامعة حسيت براحة المحارب وشرعت مباشرة في كتابة الرواية، بحيث أنني تقريبا كل سنة راني نطلع رواية. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب، رحلة إلى كندا، أنت مهاجر منذ 10 سنوات في كندا، وأغلب ما كتبت، أنت تقول كل سنة أنا أبدع رواية أخرج رواية. حدثني عن كندا والعالم الآخر، هذا العالم الغربي، ماذا أضاف إليك إبداعيا هذا الوجود في بلد آخر؟ على كل حال، الظروف أحيانا
هي التي تتصرف في مصير الإنسان. فأنا في الحق ذهابي إلى الكندا أنا التحقت بأولادي لأنهم هاجروا إلى الكندا، فالتحقت بهم وفعلا اكتشفت باللي بلد كبير، بلد جميل، بلد يعني يحب الثقافات الأخرى ويتعامل مع الأجانب بشكل جيد ويعطيهم فرصة للاندماج في المجتمع الكندي. وهذا هو السر في أن نوعية المهاجرين الجزائريين في كندا وكذلك المهاجرين العرب الآخرين تجدهم فيهم نوعية، معظمهم هو الشباب وثانيين متكونين تكوين علمي جيد وعالي، ولهذا يعني اندمجوا في المجتمع الكندي وصار عندهم دور يؤدونه على المستوى الاجتماعي والثقافي ما عدا السياسي. السياسي لا يشتركون كثيرا في المجالات السياسية، مازال يعني ليس لهم حضور في المجال السياسي في الأحزاب وغير ذلك، لكن الجمعيات موجودة بكثرة، جمعيات ثقافية دينية إلى آخره. وأنا لما مشيت هناك يعني طبعا لما أنا عازل دخلت في هذا المجتمع ومشيت وتعرفت وربطت صداقات وحضرت في نشاطات الجمعيات الثقافية إلى آخره، يعني لم أندم أبدا على ذهابي إلى كندا، وخاصة أني اجتمعت بأولادي فهذا بأولادي وأولادهم، وهذا يعني خلاني مرتاح. يعني خلاني أنت مرتاح. أخذت نصف الوطن معك من خلال عائلتك وبقية على كل حال، ولكن كل كتاباتي كما ترى كلها بقات مرتبطة بالجزائر، كل ما كتبته كل ما أنتجته. ربما لأن هذه الهجرة كانت على كبر، يعني لم تكن صغيرا. شيء طبيعي على كبر، فالإنسان أنت مؤسس الآن جزائري من داخل ومنتمي يعني لوطنك. ذاكرته مملوءه كلها بالماضي بالنسبة لي وبحياتي هنا وتجاربي في الحياة، ثم أنني حاس أني لدي يعني رسالة أقدمها وأساهم بها في الثقافة الجزائرية، ولهذا بقيت مرتبط كثير بالجزائر. وحتى لما أنشر هنا ولا أنشر في كندا، مع أنه فيه إمكانية نشر العمل في كندا، ولكن طيب لو أفضل أن أنشره هنا للجمهور الجزائري. طيب لو تحدثنا بداية عن الرواية، سنتحدث عن الرواية والرواية التاريخية بالذات، ونبدأ برواية مهمة بالنسبة لكم، مهمة بالنسبة للساحة الفنية، من أجلهما عشت. نبدأ فقط نسمع دكتور إبراهيم الصحراوي. دكتور إبراهيم الصحراوي هو صديقك وزميلك في الجامعة سابقا، وهو ناشر كتبك. إليكم إبراهيم الصحراوي يتحدث عن كتب دكتور منور بداية من أجلهما عشت. الرواية ضخمة من حيث الحجم، تقع في حوالي 600 صفحة تقريبا من القطاع الكبير. نجد بها معلومات كثيرة ومتعددة عن الإمام الشيخ عبد الحميد بن واديس وجوانب كثيرة من حياته ربما لا نجدها في مصادر أخرى. بعدها جاءت رواية الأمير يعود في منتصف الليل، وهي تستعيد شخصية الأمير عبد القادر. الحقيقة منور هنا استعار تقنية دشنها المويلحي في بداية القرن العشرين، بداية القرن الماضي، واللي هي استحضار شخصيات من الماضي وافتراض بعثها في أيامنا هذه. وبطبيعة الحال المجال هنا واضح، وهو المقارنة، المشاهدة، التحليل،
إلى غير ذلك. فلهنا الأمير عبد القادر ينزل من على صهوة فرسه في منتصف الليل في ساحة الأمير عبد القادر بطبيعة الحال، الساحة التي تحمل اسمه. يصادق فتى شاب اللي هو بوعلام حارس حضرة السيارات، اللي يتعود بعد الرجة الأولى، بعد الخوف والدهشة والرهبة الأولى، يتعود بعد ذلك كل ليلة على رؤية الأمير ينزل من على صهوة جواده، ثم ينتقلان أو يتنقلان في أرجاء الجزائر العاصمة في جولات استكشافية صح التعبير بالنسبة للأمير عبد القادر، يحلل فيها، ينظر، يقارن. أتت بعدها رواية البازار الكبير. رواية البازار الكبير هذه رواية استعاد فيها من نور جانبا من الماضي الوطني القريب جدا، استعاد فيها من نور المأساة الوطنية. بعد رواية البازار الكبير جاءت رواية عاصفة على الجزر، وهي روايته الأخيرة. روايته الأخيرة هذه مستوحاة من تجربته في جزر القمر. معلوم أن الأستاذ أحمد من نور درس متعاونا في جزر القمر في سبعينيات القرن الماضي سنتين كاملتين، أي موسمين دراسيين كاملين. كان أستاذا في إحدى ثانويات متسمودو، الجزيرة الثانية من جزر القمر، من جزر الأرخبيل. وجزر القمر كما نعلم هي جزر واقعة في جنوب شرق إفريقيا، منحصرة فيما بين جزيرة مدغشقر من جهة وتنزانيا من جهة ثانية. هذه الرواية رواية ممتعة جدا، فيها جانب غرائبي جميل أيضا. لماذا؟ لأنه يصور الحياة هناك، يصور مظاهر كثيرة من هذه الحياة في تلك الجزر، أخلاق أولئك الناس، عاداتهم، تقاليدهم. بطبيعة الحال الشخصية الرئيسية في الرواية هو الأستاذ، أستاذ ثانوية، والأمر واضح هنا، يعني فيها من دون شك جوانب من أحمد بن نور، من سيرة أحمد بن نور. فالإنسان دائما وأبدا لما يستوحي نص روائي أو سردي من تجربة سابقة له، فهو يجد نفسه عن وعي أو عن غير وعي يكتب قصته هو شخصيا، وهو ما نلاحظه في هذه الرواية، أو نلاحظ شيئا منه في هذه الرواية الممتعة التي أنصح بقراءتها لطبع الغرابة التي توجد بها بعض الشيء. وطبيعة الحال الغرابة تعود إلى طبيعة الموضوع، إلى طبيعة الفضاء الذي جرت به أحداثها. أحمد بن نور له جانب آخر، هو الجانب الأكاديمي. لقد كان أستاذا في جامعة الجزائر، وقبلها أستاذا في جامعة مولى المعمري في تيزي وزو، وفي هذا السياق كان مدرسا معروفا، وقد تخرج على يديه عشرات طلبة بشهادات الماجستير والدكتوراه ناهيك عن ليسانس بطبيعة الحال. أيضا أنجز أطروحاته في هذه الجامعة، سواء تعلق الأمر بالدبلوم أو بالماجستير أو بدكتوراه الدولة. من هنا يأتي جانبه النقدي، فأحمد بن نور ناقد معروف، له كتب نقدية كثيرة، منها قراءات القصة القصيرة الجزائرية الذي نشر في سلسلة كتاب الشعب في ثمانينات القرن الماضي، له دراسة مهمة عن الأدب الجزائري مكتوب باللغة الفرنسية واسمه الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، له دراسة قيمة عن المسرح، المسرح الجزائري بطبيعة الحال.
الدكتور إبراهيم صحراوي تحدث فيما يشبه الملخص عن الكتب الأربعة التي أخرجها وهو أستاذ جامعي وفي نفس الوقت هو ناشر، يتحدث عن جانب تاريخ مستثمر عندك بشكل حقيقي. لنبدأ بالرواية الأولى، هي من أجلهما عشت. من أجله ما عشت هي تشبه المغامرة. أنا لا أعرف رواية مكتوبة عن شخصية كبيرة مثل ابن باديس. أنت كتبت عن ابن باديس رواية فيها جانب كبير من توثيق وبحث وتعب حقيقي من أجل الوصول إلى بقع معينة ممكن مجهولة لدى القراء، وظهرت للناس من خلال الكتب التي صورت سيرة ابن باديس. حدثني عن هذه المغامرة من أجلهما عشت. هو ينطبق عليها فعلا كلمة مغامرة كما ذكرت، لأنها احتاجت إلى جهد كبير من حيث الوقت ومن حيث العمل ومن حيث التوثيق ومن حيث اخذت مني سنوات عديدة، بل إنني قدرت الساعات التي كتبتها التي كتبت فيها هذه الرواية بقطع النظر على التوثيق والجمع والتسجيل لأهم الأحداث والترتيب وما إلى ذلك. عملت حساب لأني كنت نسجل دائما، فوجدت أنني قضيت 5200 ساعة في كتابة هذه الرواية. حسبتها بالساعات وليس بالأيام. أول مرة نسمع أديب يتحدث عن عدد ساعات استغرقت. لأني كنت نسجل لما نكتب دائما يوميا، نسجل كم ساعة قضيت في هذا العمل طوال حوالي 4 سنوات. مش يوميا، ليس يوميا تماما، كنت عندي انقطاعات مثلا المنجيل الجزائر هنا انقطاع في الكتابة، ولكن نعاود نرجع. فإذن فيها مجهود كبير في جمع المعلومات وفي التدقيق في تلك المعلومات وفي محاولة أن أقدم عملا يشمل كل مراحل حياة الرجل من الميلاد إلى الوفاة، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الثقافية، المستوى الشخصي، ولكن أيضا على مستوى مدينة قسنطينة بالخصوص لأنني عشت فيها وتربيت فيها وأعرفها جيدا بشوارعها بعاداتها بتقاليدها إلى آخره. وكان هذا العمل إذن تحدي كبير بالنسبة لي، أدين في رقبتي أنني منذ اليوم الأول قررت أن يكون البداية هو ابن باديس، حياة ابن باديس، وقدمت هذا العمل في شكل رواية بحيث الإنسان يقرأه دون أن يبحث عن المراجع والمصادر وما إلى ذلك، يقرأ قصة متسلسلة من الأول إلى الأخير على كل أعمال ابن باديس وكل ما مر به في حياته من مختلف الجوانب الأسرية يعني مشاركته في الحياة الاجتماعية إلى آخره. فأنا لمدة حياته كاملة اللي هي أكثر من 50 سنة، الإلمام على بالك بحياة الرجل من جميع النواحي مسألة صعبة، ولأول مرة تكتب رواية على ابن باديس. كل ما كتب عنه كان كتابات أكاديمية، فأنا أردت أن أقدم عملا خلاصة عامة ولو كان خلاصة طويلة جدا وكبيرة جدا. ما رأيك لو سمعنا واحدا من الذين قرأوك وقرأوك بعمق؟ معنا الآن محمد العيد بهلولي، هذا روائي تحدث لنا عن رواية أحمد منور من أجلهما عشت. من أجله ما عشت هي عبارة عن سيرة حياة عبد الحميد بن باديس طيب الله فراه. هي رواية ضخمة تمتد على طول 574 صفحة من القطع الكبير. ف
فهي إذن تتطلب صبرا وشغفا ضروريين لكي يستوعب القارئ مؤداها وحبكتها، ومن ثم ينال فائدتها التي لا تعوض. وأقصد بذلك فائدة هاته الرواية. باختصار، رواية من أجله ما عشت هي عمل جامع يتقاطع فيه التاريخ بالأدب، بالرواية، بالتوثيق. فبدايتها تأتي عن طريق سؤال استنطق به الروائي عبد الحميد ابن باديس، الذي جاء مؤداه في الجواب: أعيش من أجل الإسلام. ونحن لما نظرنا في الإسلام وجدناه الدين الذي يحترم الإنسانية في جميع أجناسها، ويقرر التساوي والأخوة بين جميع تلك الأجناس في التراحم بما يجمعها من وحدة الأصل ووشائج القربة. هذا العنصر متواجد في السيرة الرواية على امتداد سنوات نضال عبد الحميد ابن باديسي وكفاحه من أجل الجزائر ومن أجل الإسلام. فالإسلام لدى عبد الحميد ابن باديس ليس هو ذلك الإسلام الخابع بين أربعة جدران، إنما هو سلوك حياتي وميداني خدمة للدين وخدمة للوطن. فرواية من أجله ما عشت تحكي سيرة حياة عبد الحميد بن باديس من يوم مولده سنة 1889 إلى حين وفاته في ربيع 1940، وتستعرض هذه الرواية تفاصيل حياته في مراحلها المختلفة بشكل شامل ومتوازن دون إهمال، خلافا لما سار عليه البعض ممن كتبوا عن حياة ابن عبد الحميد بن باديس ومروا مرور الكرام. لقد حاول الكاتب الروائي الدكتور أحمد منور تقديم عمل متكامل وشامل، وقد تطلب منه أن يكون مؤرخا وباحثا مدققا، حيث رجع إلى المصادر الأصلية. كل ذلك ساقه الدكتور أحمد منور في شكل روائي يمتح من أساليب القصص المشرق ومن الرواية في أبعادها الزمانية والمكانية. من أجله ما عشت عمل يحتاج إلى القراءة والتمعن. إلى هنا أشكرك أخي جلاب، وأشكر التلفزة الوطنية على هذه الفرصة التي أتحتموها لي لكي أتحدث باختصار عن هذه الرواية الكبيرة، والتي نتمنى أن تتبع بالقراءة وبالدراسة والبحث. شكرا جزيلا. أستاذ دكتور أستاذ بهلولي يتحدث عن عمل متكامل شامل، ولكن يجمع ما بين التاريخ والإبداع. إلى أي مدى يمكن أن نتحدث عن توفيق في مثل أعمال كهذه، في أعمال مثل هذه؟ بمعنى أنه مثلا أنت في كتابك لاحظت أنه قسمت الكتاب إلى فهارس، كأن الأمر يتعلق بكتاب تاريخ أو كتاب في علم معين، في العلوم الإنسانية والاجتماعية ولا غيرها. تقريبا أكثر من 50 فصل 50 باب. يعني حدثني عن هذا التوثيق وهذا الالتزام بالتاريخ، ألا يضعف الجانب الروائي؟ طرحنا مشكلة كبيرة جدا، وهي كيف يتعامل الكاتب مع التاريخ
فلما نكتب رواية تاريخية لابد أن نراعي مسألة التوازن بين الجانب التاريخي وبين الجانب الفني، أي الجانب الروائي، كيف أقدم رواية يقرأها الإنسان وهو يعني ويرتاح لها وفيها تطور وفيها تقدم فيها كذا، وفي نفس الوقت نجوز له تفاصيل الأحداث التي وقعت تاريخية وغيره وغير. هذا عمل صعب جدا، خاصة أنني من جهة أحترم قواعد الفن الروائي بما يلزم من تحليل الشخصيات وتقديمها في شكل صور حقيقية متحركة إلى آخره، لأن ابن باديس ما عاش وحده، عاش في وسط مجموعة كبيرة من الناس في مجتمع، فلازمني نصور هذيك الشخصيات اللي تلاقاها واللي تحدث معها والحوارات اللي دارت بينهم إلى آخره، هذا جانب فني. لكن من حيث التاريخ لابد، كان في بالي دائما أني يلزمني نكون دقيق جدا بحيث لا أقدم أي شيء محرف أو مجرد ظن أو محور أو فيه تقديم أو تأخير، لا، كل المعلومة التي أسوقها أنا واثق منها وخديتها من مصادرها الأصلية الأساسية. عندنا مؤلفين كبار ألفوا عن بن باديس معروفين، دكتور طالبي، دكتور فيلالي، مجموعة من الكتاب، بالإضافة إلى جرائد جمعية العلماء ومجلة الشهاب وما إلى ذلك، كلها رجعت إليها حتى لا أقدم شيء فيه شك وفيه، كلها استفدت منها و قدمتها في عمل الروائي. هو حينئذ جمعت بين التاريخ وبين هو هذا التقسيم إلى أبواب، قلت أنا عددتها أكثر من 50 عنوان، هذا وكان الأمر يتعلق بكتاب تاريخ، والذي يريد أن يعرف حياة بن باديس مثلا يجد عنوان بن باديس في الحج مثلا، لا يستطيع يستجيب الرواية تستجيب الاثنين، تستجيب يعني للجانب التاريخي وفي نفس الوقت للجانب الفني. وأما التقسيم هذا كيسهل مهمة القارئ، يعرف مثلا رحلة بن باديس، الباحثين ما اهتموش بها نهائيا، رحلته إلى الحج وإلى الشام وكذا ما اهتموش بها كثير ويمروا عليها مر الكرام. أنا أعطيتها 10 فصول ومش هكذا، مش خيال، أنا رجعت إلى الأصول وإلى كتب تاريخية اللي سمحت لي باش نعرف حتى كم دفع ثمن الرحلة من مكة إلى المدينة وبأي عملة دفعها، كل هذه تبعتها بدقة متناهية. يستطيع القارئ أن يبدأ من أي عنوان يشاء، لا يشترط أن يبدأ من البداية، إذا كان يريد أن يعرف مثلا قصة بن باديس في الحجاز في الحج عليه أن يذهب مباشرة، ربما هو مؤرخ يبحث عن توثيق، إذا تقرأ روايتك قراءة تاريخية أيضا. في فصول 10 تتعلق بالرحلة، هناك 6 أو 7 فصول تتعلق بدراسته في تونس، أيضا ما اهتموش بها المؤرخين، يمروا عليها مر الكرام، درس 4 سنوات في تونس، كيف مع من تلقى منهم أساتذة إلى آخره، يذكروا بعض الأساتذة، لكن أنا فصلت كل هذا يا. والأحداث اللي وقعت في تونس أيضا ما مريتش عليها هكذا، الرجل عاش في وسط المجتمع التونسي وكان هناك غليان في تونس من ناحية الوطنية، من ناحية الحركة الوطنية التونسية، فأنا كل هذه وقسمتها إلى مراحل، هكذا يسهل على القارئ أنه يتصور المرحلة الأولى النشأة والدراسة، المرحلة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية، المرحلة الرابعة لما أسس جمعية العلماء إلى أن توفي سنة 1940،
كل هذه بتفاصيلها، النشاطات التعليمية الثقافية السياسية، مثلا المؤتمر الإسلامي سنة 36، الشخصيات اللي قابلها، الصراعات اللي وقعت، كلها موجودة في الرواية. كأنك دكتور تريد أن تربح الأدباء أهل الرواية وتريد أن تربح المؤرخين أيضا. والله أنا أتمنى، يعني حاولت أن أجمع بين الاثنين، وأتمنى أني على حسب شهادة الإخوان أنني لا بأس، يعني أنني نجحت في القيام بهذه المهمة، وكان دائما في ذهني أني أعمل التوازنات، لا أغلب جانب التاريخ ولا جانب الفن. طيب لو انتقلنا إلى رواية تاريخية أخرى، وأنت اشتغلت على التاريخ تقريبا في كل الروايات الأربعة، عندنا كتاب الأمير يعود في منتصف الليل، أخذت شخصية ضخمة كبيرة هي رائد الإصلاح، ثم أخذت شخصية ضخمة هي مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر. حدثني عن هذه التجربة، العودة إلى الماضي وأخذ الأمير عبد القادر، وهذه المرة إدخال الخيال، الفانتازيا، الحكاية التي لا تنطبق كثيرا مع الواقع ولكنها تخدمه من ناحية أخرى. شيء طبيعي. عالجت قضية الأمير عبد القادر في جزء صغير من حياته فقط، ولكن بطريقة مختلفة تماما، فيها خيال فعلا. لما نقول أن تمثال الأمير تنبعت فيه الحياة في منتصف الليل وينزل يتجول في شوارع الجزائر، طبعا القارئ راه يعرف بلي هذا شيء فوق الواقع ومستحيل الحدوث، لكن هي فكرة حبيت نوصلها. هو دكتور صحراوي تحدث عن تجربة بدأت مع المويلحي. على كل حال طار الشهداء يعودون الأسبوع مثلا. الأستاذ صحراوي الحقيقة مد نظرة شاملة على أعمالي المختلفة، وطبعا وهو الأستاذ والقاري والناشر اللي عارف كل ما كتبت، والحقيقة أن هذه حتى فيها جانب فكاهي، يعني بسبب أن الأمير لما يقابلوه لابس برنوص ويحمل السيف وغيرها، بعض الناس اللي قابلوه أثناء الجولة نتاعو خلعوا وتعجبوا من أين أتى هذا الرجل. ثقافتك هي نوع من الفانتازيا الفكرية. هذه الفانتازيا فيه جانب ربما من السينما في تصوير روايات مثل هذه، بمعنى أنه هذه لا تتاح كثيرا أمام الروائيين، حتى وإن عادوا إلى التاريخ التزموا به كما التزمت أنت عدت إلى التاريخ، ولكن في قالب سينمائي. لا، ولكن يعني للأمانة أنا أخذت الفكرة تاع التمثال تنبعت فيه الحياة من جديد، خديتها من مسرحية شكسبير في هاملت، في مسرحية هاملت. فهو والده اللي عنده تمثال عاملين له في الساحة اللي تنبعت فيه الحياة ويخاطبه، وحينئذ أنا أخذت الفكرة من هنا، لكن أخذت الفكرة وطبقتها على حياة الأمير عبد القادر، وطبعا مع الإجلال والتقدير نتاعي لشخصية الأمير تماما برزت في هذا الكتاب، تقديري الكبير لشخصية الأمير والعظمة نتاعو، كما بانت يعني بان تقديري واحترامي لشخصية الشيخ عبد الحميد بن بديس، وقد حاولت أن ما استطعت أن أبرز هاتين الشخصيتين بشكل يتماشى مع عظمتهما. أحداث تاريخية ماضية من الماضي القريب، البازار الكبير، بسرعة لو قدمت لنا هذا العمل بعدما قدمه الأستاذ حروي. لكل حال هذا طبعا كلنا تأثرنا وعيشنا السنوات الصعبة في الجزائر،
وبقات جروح. فأنا قدمت هذه الرواية من وحي هذه العشرية اللي بقات راسخة في الإذهان، وحاولت أن أقدم شيئا جديدا. وتلاحظ بأنني في روايتي لا أكرر نفسي، دائما نجيب حاجات جديدة ولا أعود إلى موضوعات مطروقة أو فهي تصوير لمرحلة صعبة عشنا، مرحلة صعبة عشنا في الجزائر. البطل هو بطل كل الناس، أي إنسان ممكن يكون بطل. أنا حاولت أن أعبر على الضحايا. طيب، عاصفة على الجزر، أنت سافرت إلى جزر القمر لسنتين وكنت تدرس هناك وكتبت عن هذه التجربة، حدثنا أيضا عن عاصفة على الجزر. طبعا كما ذكر الأستاذ صحراوي فيها شيء كثير من حياتي، باعتباري أنني رأيت وسمعت وعشت في هذا المجتمع وحضرت الانقلاب اللي وقع في هذا البلد هذا عن طريق المرتزقة الأوروبيين، وكيف أن هذا الأستاذ الجزائري في الأخير يطرد من البلد، يطرده المرتزقة من هذا البلد. أما أهل البلد نفسهم ناس طيبين وناس يرحبوا بالأجانب، وخاصة لما يكونوا مسلمين ويكونوا عرب رحبوا بهم ويهتموا بهم. وقد عشت فعلا عامين مهمين جدا. أنا لم أقدم في روايتي هذه حياتي الشخصية، لا، إنما هناك شخصيات حقيقية استقيتها من الواقع، وأحداث سياسية كبيرة وقعت أيضا عالجتها بدقة وقدمت صورة على هذا البلد هذا. هو الدافع لتأليف رواية عن جزر القمر وهذه التجربة التي عشتها. أنا أفهم بن باديس، أفهم الأمير عبد القادر، أفهم تاريخ القريب كما تحدثنا، ولكن ما الجديد، ما المختلف الذي قدمته من خلال هذه الرواية؟ لأن هذا البلد هذا منسي، راه عضو في الجامعة العربية، ولكن لا أحد يعرف عليه الكثير، لا أحد يعرف عليه كيف حياتهم، معيشتهم، كل هذه الأشياء مجهولة. ولعلني أقول دون أن أقول بأني متأكد، لعلني الروائي الأول الذي كتب في البلاد العربية كتب عن هذا البلد. في بلادها نفسها ما كانش روايات، يعني في جزر القمر حسب علمي في ذلك الوقت لم يكن هناك روايات. فأنا أعتبر هذا العمل هو الرواية الأولى عن جزر القمر. ننتظر رواية عن كندا إن شاء الله، كل شيء ممكن. أكثر من 10 سنوات أنت في كندا الآن، كل شيء ممكن. ننتظر عملا. على كل يعني كتبت مسرحية يعني من مأخوذة يعني من الواقع الثقافي والاجتماعي للكندا، ولكن مازال لم تنشر ولم أقدمها للمسرح بعد. الكتابة للفتيان هذا اهتمام آخر عندك، أحببنا أن نسمع ملخصا لثلاثة أعمال ثم نتحدث. الأستاذ عبد العزيز بوشفيرات يقدم لنا الروايات، رواية الفتيان التي نشرها في دار نشره. إليكم. أنا مسرور بالمشاركة معكما في بقراءة لبعض أعمالكم التي سبق لي وأن اطلعت عليها ونشرتها. وعلى رأس هذه الأعمال كتابك معنون ببركة للا ستي، الذي هو مستوحى من حادثة تاريخية في عهد بني زيان بالتلمسان، وخاصة تلك الحادثة المؤلمة والمؤسفة، حادثة حصار تلمسان معروفة التي كتب عنها تاريخا ما كتب. فأعتقد هذا العمل بركة للا ستي هو أول عمل كتب عن الحادثة
فنا وجمالا ولغة، ولذلك فهو من الأعمال الجميلة التي ينبغي أن يحتفى بها ويشيد بها. العمل الثاني وهو عمل لا يختلف عن الثاني الأول من حيث الحجم والأهمية أيضا، العمل الثاني بائعة الخبز. بائعة الخبز يقوم موضوعها على كفاح فتاة صغيرة تبيع الخبز من أجل إعالة عائلتها لأنها يتيمة، فهي قصة جميلة ومؤثرة وإنسانية ويستحق الرجوع إليها أيضا. القصة الثالثة وهي تختلف عن الموضوعين السابقين، قصة من الخيال العلمي، موضوعها من الخيال العلمي. شاب وشابة يتزوجان ويأخذان أمر بمهمة لإجراء بحث حول البيئة في جنات بصحرائنا الكبرى الشاسعة، ويوتر هذا البحث عالم أمريكي، عالم معروف ومشهور في البيئة والبحث حول خصوصيات كل بيئة. فتكون هذه الرحلة رحلة شيقة، وليست فقط لتتوج رحلة شهر عسل لأنهما تزوجا وذهبا إلى هناك، بل هي رحلة ستبقى أثرها راسخة في مجال البحث العلمي في هذا المجال اللي هو مجال البيئة. والقصة الأخيرة هي السباق الكبير. السباق الكبير هي عبارة عن مشاهد مسرحية على لسان صرصور صراصير ومجموعة من والنملة، ونملة واحد ونملة اثنين ونملة وميمونة السابعة، فيها مجموعة من الحيوانات الصغيرة. فيكون السباق ويختصر في هذه المشاهد في إقامة أوركسترا موسيقية، كل يعزف معزوفة خاصة به. فعلى ما هي على ما تنطوي عليه من جمال، فهي مشوقة ومفيدة ويستحق الإشادة بها. دكتور، الاهتمام بالكتابة للناشئة، كتابة روايات للناشئة، هذا لا يهتم به كثيرا صراحة. ربما نجد الكتابة للأطفال وبكثرة على علاتها في الجزائر، وأنت تعرف هذا، بمعنى أن ليس كل الذين يكتبون للأطفال هم مختصون، ولكن بالنسبة للكتابة للناشئة هي أيضا صعبة. ما رد اهتمامك بهذه الشريحة؟ والله اهتمامي ينطلق من اهتمامي بالشباب وبالصغار. ينبغي أن نوفر لهم ثقافة توسع مداركهم وتمتعهم، ومع الأسف أنه لا يوجد هناك اهتمام بهذا الجانب هذا. فأنا حاولت على الأقل نقدم شيء، وخاصة الرواية، لأن القصص القصيرة هذيك الصغيرة موجودة بكثرة وفيها ترجمات كثيرة وفيها اقتباسات كثيرة، لكن الأعمال كأعمال روائية موجهة للشباب بين 12-18 سنة هذا قليل جدا. قليلة. وأخذت في الجانب نتاع الخيال العلمي، اهتميت بالصحراء، الصحراء الكبرى الجزائرية، فالأحداث تدور فيها. والثانية بركات لالا ستي، هذه تتعلق بتاريخ تلمسان في عهد الزيانيين والحادثة اللي وقعت، يعني الحصار اللي وقع لمدة 8 سنوات حول المدينة. أنا عودت حييته من جديد، و
فصلت فيه القول في هذه الرواية. البحيرة العظمى، البحيرة العظمى، وأنت تقرأ البحيرة العظمى وكأنك أمام فيلم سينمائي أمريكي. الخيال العلمي لا نعرف في الوطن العربي عددا مهما من الروائيين يكتبون الخيال العلمي، ربما الخيال العلمي مرتبط بدول متقدمة علميا، ولكن الذي يقرأ لك يقف على خيال علمي وتشويق ورحلة إلى زمن آخر ومكان آخر، وتحاول أن تعلم الفتيان أشياء معينة من خلال البحيرة العظمى. بسرعة، البحيرة العظمى والخيال العلمي، ربطها كما تلاحظ بالجزائر. ما حاولش نروح نبحث في الكواكب والنجوم وغيرها كما يفعل كتاب الخيال العلمي. أنا صح فيه جانب علمي خيالي، ولكن ربطها بالجزائر وبالصحراء الجزائرية بالذات. جميل، بمعنى أنك استعملت خيال العلمي الذي هو ابن بيئة أخرى وجزأرته لصالح الجزائر. طيب السباق الكبير، ما فيش مانع يعني، ما فيش مانع، لا 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 لم نقل شيء، نكتب اسم الآخرين لا لا، احنا الرواية أصلا غير معروفة عند العرب، احنا جئنا بها من الغرب والآن نكتب رواية. السباق الكبير أيضا، لا السباق الكبير هي أصلا مسرحية، أصلا مسرحية فكاهية موجهة للفتيان، وقدمت في هنا على المسرح الجزائري سنة 94، سنة 94، وحضرت أنا العرض الأول، وكان المسرح مملوء بالأطفال بين 10 و 12 سنة وكذا، ورأيت يعني حاجة مفرحة جدا أنه الأطفال متفاعلين معها بواحد الشكل رائع، الممثلين كانوا في المستوى. مع الأسف أنها نسيت هذه المسرحية وبقات كنص فقط. طيب بركات لالا ستي، حصار المئة شهر، أنت تعود إلى حبك الأول التاريخ لتستثمره، لتعلم الفتيان مرحلة من مراحل تاريخنا من خلال حصار تلمسان. قدم لنا هذا العمل بسرعة. على كل هذا العمل أنا أول قدمت فيه بطولة مدينة تلمسان وأهلها لمدة 8 سنوات وهم محاصرين، ومع ذلك قاوموا وانتصروا في الأخير في عهد الزيانيين. فأنا هذا الموقف جميل، هذا تعليم التاريخ من خلال أعمال أدبية. التاريخ كنز كبير، كنز كبير لمن يريد أن يكتب. فإذا خذيت هذا الجانب هذا وقدمته. ثم السؤال الثاني اللي قلت لي استثمار التاريخ بالنسبة لتعليم الصبيان تاريخنا. على كل حال، ولكن أيضا قدمت فيها بطولات وكذا تستجيب. انتصار لأمجادنا وزعمائنا وقادتنا القدامى، جميل هذا. على كل حال، هذا لاني قلت أنا التاريخ هو كنز عظيم، تاريخ الوطني كنز عظيم يمكن أن نستخرج منه عشرات الروايات والقصص والمسرحيات، ولأنه يعيد. وبالمناسبة حتى فيه إشارات تفكرك بالفلسطينيين في غزة كيف يستعملون الخنادق من أجل أن يمروا في الحدود ويدخلوا احتياجاتهم، السلع وما إلى ذلك التي يحتاجون إليها. فهذه تفكرك لما تقرأ هذه الرواية، تفكرك بالفلسطينيين ومقاومتهم للصهاينة. جميل هذا، وأنت تتحدث التاريخ تحس بواقعك الذي تعيش فيه. لازم يكون انعكاس على الواقع الذي نعيشه أيضا. بائعة الخبز، حدثني عن بائعة الخبز. بائعة الخبز هي قصة شوية، خلينا نقول رومانتيكية شوية، ولكن فيها كفاح فتاة فقيرة مع أخواتها، قدروا أنهم يبيعوا الخبز من أجل باش يقراوا باش يتعلموا ويعيشوا بكرامة،
ويعني قدمت فيها صورة جميلة جدا للفتاة الجزائرية الصغيرة اللي عندها إرادة وعندها من أجل أن تحقق مستقبلها. وكان فيه ناس طيبين ساعدوها على أن معناها تحقق رغبتها، وأعطوا لها فرصة في معرض نتاع البلدية، أصبحت تقدم فيه الحاجات التقليدية وأصبحت تعيش لباس عليها. طيب عملك القادم، سؤال أخير. عملي القادم تحضر لماذا؟ عمل القادم عنده عنوان مازال مؤقت نقوله، كتبت بعد ربع قرن تنبعث الأحداث من جديد، وتجري الرواية هذه بين الجزائر وبين باريس. على كل حال لأني أيضا عشت في باريس مدة 3 سنوات، وكانت لي فيها ذكريات كثيرة، ولقيت خيط كيف أجمع بين العاصمتين ولكن من خلال شخصيات جزائرية، وتمثل أيضا فيها جانب شخصي ينعكس في هذا العمل. وعلى كل سنتحدث عنه في وقته إن شاء الله. ننتظر هذا العمل، وأنت دائما تقدم الجديد. شكرا لك دكتور أحمد منور، روائي للفتيان وللكبار. شكرا لك على المجيء وعلى الفائدة أطلعتنا عما تنتج وعما تكتب. شكرا لك. شكرا لك على هذه الاستضافة الكريمة، وشكرا للأساتذة الذين تدخلوا وقدموا إضاءات. في الحقيقة أنا مسرور جدا بهذا اللقاء. شكرا لك يا سي فرحات، ونحن مسرورون اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي في فرص أخرى إن شاء الله. وأنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة. نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله. إلى اللقاء.